هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام كافرا من الكفار ولم يعرض عليه الإسلام؟ هل يوجد هذا؟ لا أبدا. أنت الآن كم تلقى من غير المسلمين؟ لماذا لا تكلموا عن الإسلام؟ لماذا لا تأخذ مثلا مطوية رسالة وتعطيها هؤلاء؟ لماذا لا تنقذهم من النار؟ يا أخي اقرأ على القرآن، اقرأ على الفاتحة. هذا الكافر قل اسمع كلام الله سبحانه وتعالى والله قد يسلم. ارسل لهذا عبر وسائل التواصل شيئا من القرآن حتى يسمع. إذا لابد نتحرك. إذا لم تبدأوا اليوم الكفار بالدعوة للإسلام بدأوكم هم بالدعوة للكفر. هل كان أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون أو ينقصون؟ نعم. نعم يزيد أو ينقص؟ يزيد. أنتم الآن إذا كنتم لا تزيدوا أنتم لستم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. Pas augmenter là, ça veut dire nous parlons, nous parlons oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. إذن لابد أن نكثر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Mais là, il est important pour nous augmenter, pour nous increase followers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. هذول من حولكم قد يشكوك إلى الله، يقول هذا الشيخ رآني وما علمني، عرف الإسلام وتركني. وبعضهم يأتي يقول أريد أسلم، يقول لا لا فكر. إيش فكر؟ ماذا جاء؟ كان إذا أتى الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يريد يسلم نطق الشهادة وأدخله في الإسلام. وبعضهم ينفر عسام يقول لا الإسلام فيه صلاة وفي صيام وفي زكاة، أعوذ بالله منفر. وقال أيضا في ختان، في ختان من قال لك أن غير المسلم تخاطب بالختان؟ لا تخاطب غير، تقول لا نريد منك الإسلام فقط، لا نكلمك عن الختان. أيهما أفضل، مسلم مختتن، مسلم غير مختتن، أو كافر مختتن؟ أيهما أفضل؟ أيهما أفضل، مسلم غير مختتن وكافر مختتن؟ أيهما أفضل؟
مسلم غير مختتن أفضل. ما رأى تأتي، نعم ترجم. ما رأى تأتي وتقول أن تريد الإسلام لكن لا تريد الحجاب، نقول له من قال لك بالحجاب الآن؟ نريد منك الإسلام، لا نخاطبك بالحجاب الآن. Nous besoin pas d'un lien pour notre cause, concernant le hijab. Mais là, nous besoin d'un autre, shahadatan. نعم إذا أسلمت يشرح الله صدرها للإسلام وللصلاة وللحجاب. Tu vas pas qu'une prononce shahadatan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et Dieu là après ça, Allah pour expandre son la poitrine, son chest. Et Dieu, il peut accepter. جاء رجل نصراني إلى عالم من العلماء. جاء رجل نصراني إلى عالم. هذا النصراني قال أنه يحب الإسلام لكن يمنع من الدخول في الإسلام أنه يحب الخمر وأنه يعرف إذا أسلم منع من الخمر. Moi, j'ai accepté l'islam, mais seulement mon contentement dans mon petit bouteille. Mais seulement l'islam vient en paix sur mon petit bouteille. Mada qala la? Qui sa scola il dit? Qala tuslim? Ne vous dites pas converti? Qala aslim? Vous dites converti? Wa in shi'ta sharibt al-kham? Si vous voulez boire l'alcool. Qala ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abdu rasul. قال أنت الآن مسلم، لو تشرب الآن الخمر السلطان يجلدك أمير المؤمنين. لو أردت الرجوع إلى الكفر أمير المؤمنين يقتلك. إذا لا تنفر الناس عن الإسلام، رغب الناس في الإسلام. Nous besoin d'un autre saint des arts, ça a l'envie pour nous accepter l'islam.